قراءات. الحمد لله اليوم صدر الحكم في حق فضل بومالا وخرج براءة لأنه هذا هو الشيء المتوقع. الحمد لله يعني انتصر القانون وانتصرت العدالة اليوم في هذا الحكم، لأنه فضل بومالا ما كانوا مش في السجن وما كانوا مش في متابعة قضائية. سيفغي عقب أكثر من 5 شهور حبس احتياطي، ولكن الحمد لله اليوم القانون نصفه، وقاضي اليوم كان يعني في مستوى لأنه حكم عليه بالحكم اللي لازم اللي هو البراءة من أي ذنب. الحمد لله.